سجلات يسلط الضوء هذا المساء على الحالة اليمنية، طالما نحن في هذه المنطقة العربية بدأنا نتكلم عن حالات ليبيا وحالات اليمن وحالات مصر وحالات سوريا طبعا هذا النقاش على يواكب كل هذا الحديث الذي جرى تداوله بعد المبادرة الخارجية وهذا النقاش اليمني حول الشكل التوقيع على هذه المبادرة اليمنية. نريد أن نعرف إذا كان الخلاف هو خلاف شكلي أو خلاف المضمون، وهل نحن ذاهبون إلى الانفجار وإلى الانهيار في اليمن أم إلى خروج من هذه الأزمة في اليمن. نناقش هذه المسألة مع الدكتور محمود العزاني وهو معارض يمني. دكتور محمود العزاني أهلا وسهلا بك. كنا قاب قوسين أو أدنى من التصديق من الإيمان بأن هناك مخرج للأزمة اليمنية من خلال المبادرة أو الاتفاق الخليجي. كل الخلاف ما نسمعه حاليا خلاف شكلي، هل يوقع الرئيس بصفته رئيسا أو لا يوقع الرئيس بصفته أو يوقع الرئيس بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي. هل هذا الجدل الشكلي هو فعلا ما يحصل أم أنه يخفي شيء آخر؟ أعتقد أنه يخفي أمور هي أعمق. الجدل الشكلي على الأقل التقلبات والمناورات التي يجيد النظام في أدائها هي تعكس حالة التخبط الذي يعيشها في هذه اللحظات. ربما نحن أمام مشهد احتضار طويل لنظام حكم طويلا أيضا، ومشهد الاحتضار الطويل يعزز شيئين. الأول هو المبادرة الخليجية ذاتها التي أصبحت مجرد تنفس اصطناعي لهذا النظام الذي يحتضر، يستطيع من خلالها أن يتردد، أن يناور، أن يفرض شروط جديدة، أن يعيد. هذه أحد الأشكال. الأشكال الثانية هو ما تبقى للسيطرة للنظام من سيطرة على المال العام والوظيفة العامة للدولة ومراكز النفوذ، والذي يدفعها أيضا لحقن منشطة أسبوعية عن طريق الحشد الذي يتعمل يعني في كل جمعة. فهذه الحالة هي التي أطالت احتضار النظام. في تقديري أن المبادرة الخليجية لم تكن تشكل المخرج الأمثل أو المخرج المناسب لإنهاء هذه الحالة نفسها، لأن المعطيات التي قامت عليها المبادرة الخليجية غير واقعية، بل ربما أنها لا تتعامل بجدية مع طبيعة الحالة القائمة. بأي معنى؟ بالمعنى الأول هي تتعامل مع الحالة اليمنية كأزمة، والأزمة هي ما يحصل بين طرفين، مثلا طرف حكم وطرف معارضة، وهذا في تقديري اختزال كبير للحدث اليمني. ما يحصل في اليمن هي ثورة بكل المقاييس، وهي ثورة عظيمة بكل ما تعنيها الكلمة، ليست أقل من الثورة المصرية، ليست أقل من الثورة التونسية، بل أنها بما أشيع أو بما رسخ في الأذهان عن اليمن من أطروحات ومن دعايات أساءت إلى الشعب اليمني وإلى نضاله وإلى تاريخه، تبدو أكبر بكثير لأنها فاقت كل التوقعات. فأن تختزل هذه الحالة في المبادرة الخليجية إلى مجرد اتفاق ثنائي بين السلطة والمعارضة ينظم انتقال سلمي وآمن ويضمن قدر كبير من الحماية لرموز الفساد ورموز القتل الذي مارسوا ضد هذا الشعب شتى صنوف التنكيل، فهي محكومة بالفشل وفق هذه المقاييس، هي محكومة سلفا في الفشل. هل برأيك أيضا الخليج العربي منطقة مجلس التعاون الخليجي يتعامل مع الواقع في اليمن عندما يقول الرئيس علي عبد الله صالح بأنه باستطاعته حشد الملايين مقابل الملايين؟ يمتلك الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد السلطة بالمعنى العسكري والأمني، على الأقل الحرس الجمهوري وألوية الحرس الجمهورية هي تدين بالولي للرئيس، بالتالي يعني الخليجيون يعتبرون أنه الواقع واقع الأمر يفرض هذا النوع من المقاربة. الخليجيون ليس هناك انهيار بالمعنى المصري وليس هناك انهيار بالمعنى التونسي، حتى موقف الجيش الكامل في تونس أو في مصر لم يكن بهذا الشكل في اليمن. النظرة الخليجية وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية هي تنظر إلى
ما ترغب رؤيته في هذا الواقع وليس إلى كل الواقع. وبالتالي هذا يفسر التجاهل التام لحالة الثورة التي تشكلت. قد يقول بعض المراقبين مثلا بأنه المملكة العربية السعودية تحديدا لا ترغب في التعامل مع الثورات، بل ربما لا تفضل أن تسمع حديث الثورات، وأنه من مصلحتها أن تختزل المسألة إلى مفهوم الأزمة وتتعامل معها وفق معطياتها الخاصة وبأدواتها الخاصة. لكن علينا أن ندرك بأن الوقت تغير، وأن الثورات القائمة اليوم ليست بالضرورة معدية على مستوى المنطقة، لكل بلد ولكل حالة معطياتها أيضا. الشيء الثاني أنه نفس هذه الثورة يختلف تماما عما حصل في الماضي، عندما كانت عندما قامت الثورة في 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 سبتمبر أو في أكتوبر، وكانت المملكة العربية السعودية على طرف عداء معها. اليوم شباب الثورة هم جيل آخر، جيل مختلف، هم ينظروا إلى المستقبل بطريقة تبحث عن الروابط، روابط الأخوة وروابط الجوار. وقد يكونوا، وأنا أؤكد لا أقول قد يكونوا، بل أثق ثقة كبيرة بأنهم سيكونون أصدق وأنظف يدا وأكثر قدرة على التعامل مع الأشقاء في إطار بناء مصلحة مشتركة للجميع. فبالتالي على النظرة الخليجية أن تتغير في التعامل مع حالة اليمن، وأن تتعامل مع الحالة كما هي لا كما يرونها أو كما يرغبون في رؤيتها. طيب اختصارا للمبادرة الخليجية التي تتحدث عن تنحي الرئيس عبدالله صالح عن الحكم ونقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية واستفتاء على الدستور، من خلال كلامك وأشر وكأنك متحفظ على هذه المبادرة وكأنه شيء ما غير مريح. أنا قلق لأنني أشعر بأنه في كل بند من البنود وفي كل محطة من المحطات سيفتعل علي عبد الله صالح أزمة، وأن هذا الشهر قد يتحول إلى أطول شهر في تاريخ اليمن وهو يناير. إذا كانت مسألة حتى إذا وقع إذا كانت مسألة التوقيع ذاتها وهي مسألة شكلية بحتة قد استغرقت من هذا مثل هذا الوقت، يعني هذا الكم من الوقت وهذا الكم من الزيارات والزيارات المضادة، فكم سيستغرق عندما ننتقل إلى التطبيق الفعلي للبنود؟ الحالة هذه حالة ليست من مصلحة اليمن، كما أنها ليست من مصلحة علي عبد الله صالح نفسه. إذا كان يدرك سلفا وإذا كان صادق في ادعاءاته بأنه يقبل عن التنحي عن السلطة، فليتنحى فورا وليسلمها إلى الشعب، وأن يترك كل هذه المناورات لن تفيده شيئا. حتى حديث الضمانات سوف يسجل التاريخ في حقه سابقة خطيرة جدا. اليوم يتحدثون في اليمن، التسريبات تقول بأنه قدم كشف ب 150 شخصية مطلوب ضمانات لها بعدم الملاحقة قضائيا، سواء كان في تهم الفساد أو في أي قضايا جنائية. فيقال أنه من ضمن التحولات التي رافقت ألاعيب وتقلبات التوقيع بأن هذه القائمة اتسعت لتشمل 560 شخصية مطلوب تقديم ضمانات لها. كيف يمكن أن تتأسس دولة في المستقبل وهي تمنح ضمانات ل 500 شخصية ممن اقترفوا جرائم الفساد وجرائم الاعتداء الجسيمة بحق هذا الشعب؟ كيف ستتأسس هذه الدولة؟ ربما أننا سنكون أمام مشهد بأننا علينا أن ننتظر جيل كامل أيضا وربما جيلين حتى نبدأ بإمكانية محاسبة من يرتكبون الفساد. هذا تعطيل، يعني هذه سابقة خطيرة لم يحصل. هل ايضا بالامكان الاعتبار ان الانتقال الى 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 نظام اخر في اليمن دون اراقه دماء ودون حرب اهليه بالمعنى الكبير قد يستدعي هذا الاجراء، حمايه يعني رموز في النظام السابق؟ بمعنى اخر موازين القوى الحاليه لا تسمح الا بذلك، لا تسمح بخروج على طريقه مبارك او على طريقه بن علي، هو خروج على طريقه يمنيه تجنب اليمن بحر من الدماء. دعني أضع مقترح أمامك، وأنا أعتقد أنه ربما لن يلتفت إليه في الوقت الحاضر لأن الحالة تعقدت أكثر بكثير. لو كان علي عبد الله صالح صادقا في البحث عن مخرج مشرف لأتبع مسار آخر. هو الآن يرتهن إلى ما يمكن أن تقدمها المبادرة الخليجية من تنازلات وما يمكن أن يقوم به من مناورات للتلاعب بها، ويراهن على نفاذ صبر خصومه في هذه اللعبة
أو في الأخير رفضهم التوقيع على المبادرة حتى يقوم برمي الكرة في الملعب الآخر. أنا أعتقد أن هذه لا تمثل حالة خروج مشرف، لأنها هؤلاء الخصوم الذي يفاوض الآن على نقل السلطة إليهم قال فيهم علي عبد الله صالح ذاته ووصفهم بأبشع الألفاظ وقال بهم ما لم يقله مالك في الخمر. يعني بالمقابل زعماء الخليج الذي يقدموا له الآن مظلة الخروج، والذي ربما أنهم، وأنا أدرك تماما أنهم لا يكنون لها الود من خلال تجربته معهم، لو كان جادا في البحث عن مخرج مشرف لظهر اليوم أو في أي جمعة أخرى أما في ميدان السبعين أو في أي مكان آخر وأعلن يعني استقالته أمام شعبه، أي أن يقدم أشرف له بكثير، إذا كان يهتم بالمخرج المشرف أشرف له بألف مرة أن يقدم استقالة لشعبه وأن يطلب الاعتذار من شعبه إذا كان قد أخطأ في الحكم. وأنا هذا كلام أخلاقي وليس كلام سياسي. كلام أخلاقي، لأن خروج مبارك أدى إلى وجوده في السجن حاليا وبن علي وجوده في المنفى يريد أيضا ضمانات، وهل اليمن يعني يستحق إعطاء ضمانات، بمعنى إعطاء ضمانات لنقل السلطة بشكل سلمي ولا شيء تصادم؟ سيدي أنتم تدركون تماما أن أي ضمانات من هذا النوع لا معنى قانوني لها حتى لو قدمت، ونحن ندرك ذلك مهما وقعت. لأنه مثلا لنقول هكذا فرضا، السلطة القادمة الآن اللي حتقدم هذه الضمانات هي سلطة انتقالية غير منتخبة. عندما تأتي شرعية جديدة ليست ملزمة بهذه الضمانات تماما. أنا أقول أن الضمان الأفضل كان الضمان الشعبي والجماهيري أفضل، كان سينظر إليه كزعيم سجل سابقة تاريخية، وأنا أعتقد أن الشعب اليمني شعب كريم وشعب متسامح، إذا ما رأى أن رئيسه حتى وإن كان قد مارس ضده كل أشكال التنكيل، إذا ظهر في اللحظة الأخيرة يرفع عنه ورقة الضغط، هذه ورقة الابتزاز، الآن هو يمارس الابتزاز بحق شعبه. الآن البيوت برأيك لماذا هو يعول على ماذا في هذا العناد؟ هو يعول على ما يملك في الداخل، هو يعول على إشارات إقليمية وخارجية تقول له تمهل، برأيك على ماذا يعول؟ هو يعول على إطالة الوقت لترتيب ملفاته بالطريقة التي تناسبه هو، لكن الثمن فادح. وربما أنه يعول على عامل آخر وهو تصدع الجبهة المناوية له أو نفاذ صبر الشارع. هو يمارس الآن عقاب جماعي بحق الشعب. الآن مادة الغاز نفذت من الأسواق، مادة البنزين والديزل تنفذ من الأسواق، وهناك أزمة وقود حادة في البلد، وربما يعني قريب جدا سوف نكون أمام أزمة غذاء، هناك أزمة سيولة نقدية، هناك حالة من العقاب الجماعي. ربما أنه رهان الوحيد هو أنه سوف ينفذ صبر الناس تحت ضغط هذا العقاب الجماعي الذي يحصل، وحينها قد يضطر في العودة إلى بيوتهم. لكن هذه حالة غريبة جدا، يعني هذا الذي لم يحسن البقاء خلال فترة حكمه لا يحسن الخروج، بل حول فترة خروجه إلى يعني جعلنا اليوم نترحم على مبارك وعلى بن علي، لأنهم كانوا إذا تكلمنا بمنطقة المشرف أكثر شرفا في الخروج، أكثر شرفا في الخروج. كيف تفهم في اليمن عدم يعني حتى الآن المؤسسة العسكرية، طبعا كان في يعني اللواء محسن الذي طبعا انتقل إلى الطرف الآخر، لكن بشكل عام المؤسسة العسكرية حاليا ما زالت مؤسسة الرئيس، بأي معنى؟ هل إلى هذه الدرجة الولاء للرئيس؟ هل إلى هذه الدرجة كل هذه الأزمة اليمنية لم تستطع أن تخترق وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية؟ بالعكس، لم يعد هناك أي وحدة للمؤسسة العسكرية في الوقت الحالي. وأنا لا أتحدث عن الانقسام الكبير الذي حصل أو الانشقاق الكبير الذي قادها اللواء علي محسن الأحمر وأعلن في تأييده للثورة، لكنني أتحدث عن الوحدات العسكرية التي ما زالت خاضعة لسيطرة علي عبد الله صالح شخصيا. هناك تحولات يومية من حيث إعلان الولاء للثورة، وهناك أيضا عزوف عن خوض معارك غير ضرورية. شاهدنا بالأمس ما حدث في محافظة البيضاء وفي مديرية يافا عندما تم توجيه وحدات من الحرس الجمهوري لضرب مديرية يافا. وقف المواطنون باستبسال وحاولوا منع وصول هذه الوحدات إلى يافا، ومن وقف كانوا أهل البيضاء من أهل حميقان، وكان هذا موقف مشرف جدا. وعندما وصلت هذه الوحدات حصرت من قبل المواطنين في يافا، ووقف أهل يافا ببسالة.
لا أستطيع أن أشكك بشجاعة ولا كفاءة أبناء المؤسسة العسكرية وبما في ذلك أبناء الحرس الجمهوري، لكن ربما إدراكهم سلفا أنهم يخوضون معارك خاسرة، معارك مع شعبهم، كانوا عازفين. وانتهت المسألة بسقوط يعني عدد كبير من الأسرى، لم يسقط عدد كبير من القتلى لكن الأغلبية وقعوا أسرى، وفي الأخير أدت إلى انسحاب الوحدات من جبل العرب، وهذا خبر معروف للقاصي والداني. يعني هذا مؤشر على إمكانية علي عبد الله صالح في أن يشن حرب أهلية. الناس غير مستعدون اليوم في أن يموتوا بالنيابة عنه. عليه أن يحسم أموره بسرعة بدلا عن هذه العلائم كلها. إطالة أيامه في السلطة هي مزيد من المعاناة، فبالتالي على كل الأشقاء والأصدقاء والموقف الدولي أن يؤكد على هذه الحقيقة. عليه أن يؤكد على هذه الحقيقة، وكأنك تلمح أن هناك موقف دولي غير واضح في هذا الإطار. الموقف الدولي لا أستطيع أن أصفه إلى تلك الدرجة بغير الواضح، ولكن أقول أن الدولي غير كافي. نعم. هو واضح، لكنه ربما أنه كان هناك قناعة بأن يتم تسليم الملف اليمني لمجلس التعاون الخليجي بناء على رغبة السعودية تحديدا، وهذا على عكس ما حدث في مصر وفي تونس. فكما ترون بأنه في المواقف الدولية عندما يأخذ أي طرف معين مثلا بزمام المبادرة في قضية يترك له الفرصة حتى يعالجها، لكن أنا في تقديري أنهم حتى الآن فشلوا في هذه المعالجة، وأن العجلة سوف تعود من جديد، أن المبادرة سوف تعود من جديد إلى الدائرة الدولية. طيب، أريد أن أفهم منك هذا الجدل اليمني حول شكل التوقيع. الرئيس علي عبد الله صالح يريد أن يوقع بصفته رئيسا لحزب حزب الحاكم، والمعارضة تريده أن يوقع بصفته رئيسا للجمهورية، وهذا الجدل. بأي معنى المعارضة تشترط ذلك، ولماذا لا تعتبر توقيع علي عبد الله صالح بصفته رئيسا للمؤتمر الشعبي كافي؟ يعني لماذا الوقوع في فخ الرئيس في هذا الشأن؟ هذه تؤكد من جديد المطلوب استقالة علي عبد الله صالح كرئيس للجمهورية وليس كرئيس للمؤتمر الشعبي العام، فبالتالي يجب عليه أن يوقع بصفته. وأنا أعتقد أنهم إذا قبلوا بأقل من ذلك فسوف يمنحوه فرصة أخرى للمناورة على 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 مبادرة موقعة. لأنه كمان أطراف الرئيس تقول أنه يعني لا يمكن مساواة رئيس الجمهورية بشخص منتدب من المعارضة، وأعتقد أنه محمد باسندوة الذي سيكون سيمثل المعارضة في حفل التوقيع. لكن أريد أن أذهب أكثر إلى سيناريوهات جديدة تم نشرها هذه الأيام تتحدث عن أن الرئيس أو على الأقل أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني اقترح أن يرسل كل فريق 15 عضوا عن حزب المؤتمر و15 عضوا عن مبادرة عن المعارضة. ويبدو فهمت المبادرة أن اقتراح الأمين العام مجلس التعاون الخليجي يعني أن الرئيس علي عبد الله صالح موافق على ذلك. هل بكل الأحوال يعني هذه تفاصيل، لكن بكل برأيك الموضوع شكلي فقط وبإمكان تجاوزه أيضا بشكل شكلي؟ لأن الموضوع لأن الشكليات هذه يتم إعادة صياغتها وفق رغبات علي عبد الله صالح كل مرة، يبدو لي أن الشكليات لن تنتهي، وسوف تنتهي الشكليات هذه لتبدأ شكليات أخرى. أعتقد أن الرهان الأساسي الذي يجب أن يضع نصب أعين كل الثوار في الساحة أن علي عبد الله صالح لن يغادر هذه السلطة إلا بتصعيد نوعي وتحرك كبير. أريد أن أسألك حول هذا المسألة. طبعا أطراف المعارضة تحدثت عن تصعيد نوعي، يعني شهدنا كل أنواع التصعيد ما عدا التصعيد العسكري، شهدنا المظاهرات والاعتصامات والمواجهات مع الشرطة والأمن وكل ذلك. ما الذي بإمكان اليمنيين أن يقدموا أكثر من ذلك؟ ما زلت على ثقة بأن الشباب في الساحات يحتفظون بمفاجآت كبيرة. لا أعرف ما هي، لكن من نتيجة التواصل اليومي الذي نجريه مع كثير من الشباب في الساحة يؤكد لي بأنهم الطرف الوحيد القادر على حسم المسألة.
وأن هذه المبادرات لن تكون إلا استهلاك للوقت فقط لا غير. طيب، عادة من يتدخل في إنجاح مبادرة يكون يعني يملك نفوذا معينا، إذا كانت أتت الولايات المتحدة وتقول هذه مبادرة الحل في هذا البلد أو ذاك، نعرف أن الولايات المتحدة تملك نفوذ بإمكانها ممارسة هذا الضغط. هل مجلس التعاون الخليجي يملك هذا النفوذ في اليمن، سواء نفوذ على المعارضة أو على الرئيس عبد الله صالح؟ بالتأكيد أنه يملك قدر كبير من النفوذ سواء على الرئيس أو على المعارضة، لكن الشيء الذي لا يمتلكه هو النفوذ على الساحة، وهذا ما تم تجاهله، وهذه الثغرة الكبيرة التي في هذه المبادرة. فترون أن المبادرة كل يوم ومع كل تعديل ومع كل إجراء بروتوكولي تبتعد أكثر عن طموحات الشباب الموجودين في الساحة. فبالتالي أعتقد أن الضحية الوحيدة لهذه المبادرة إذا ما مضت سوف يكون المعارضة الرسمية. المعارضة الرسمية لأنها تجبر تحت الضغط الخليجي على القبول بخيارات لا تلتقي مع خيارات الشباب في الساحة، يؤدي إلى توسيع الهوة بينها وبين الثوار في الساحة، برغم أن الأحزاب اللقاء المشترك هي جزء وثيق وجزء عضوي من حركة الثورة القائمة. ومن مخاطر هذه المسألة بأن مجلس التعاون الخليجي في المستقبل إذا استمر في هذا المسار واتسم بعدم الجدية واتسم بالرضوخ للاعيب علي عبد الله صالح المتكررة التي يعرفوها جيدا، بأنه سوف يخسر، سوف لن يجد طرف يتعامل معه مستقبلا. أريد أيضا أن طبعا البرنامج هو اليمن الانهيار المؤجل، وقد يعني استعرت هذا العنوان من تصريح لعبد الكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني، يقول بأن عدم التوقيع على المبادرة الخليجية في وقت قريب سيعرض اليمن لمخاطر الانهيار. هل هذا تحذير أم تهديد؟ من قبل المستشار السياسي للرئيس اليمني، وهو المرشح أو المقدم من قبل الرئيس للتوقيع على المبادرة الخليجية. بين الاثنين، وأستطيع أن أسميه تهويل، لأن حالة الانهيار أصبحت قائمة، أصبحت أمر واقع. عن ماذا نتحدث؟ عن أي انهيار آخر نتحدث عنه؟ إذا كنا نتحدث عن انهيار الخدمات منهارة لشهور ربما لسنين طويلة، انهيار مؤسسات الدولة منهارة ولا تؤدي أي وظائف، الآن انهارت الخدمات البسيطة والناس يعيشوا أزمة خانقة، فعن أي انهيار آخر يتحدثون؟ إذا كانوا يتحدثون عن الانهيار بمنطقة الحرب الأهلية، لقد استخدموا السلاح وقتلوا ما شاءوا من الناس ولم يتم الرد عليهم. هذا اللي حصل، وربما يقدموا على مجازر أخرى، لكن الخط واضح، سلمية الثورة جرى التأكيد عليها وسوف يتم الاستمرار فيها حتى الآخر. فماذا نتوقع أكثر من ذلك؟ وما هو شكل الانهيار المتوقع أكثر مما يحصل؟ طيب، أريد تشريح سريع دكتور محمود العزاني قبل الانتقال إلى الفاصل، حول من هم رجال الرئيس؟ من يقف حاليا مع الرئيس؟ طبعا هناك مستشارين، هناك مقربين، هناك سياسيين، هناك حزب المؤتمر الشعبي، لكن على المستوى القبلي، على المستوى الأمني، على مستوى الوجهات، على مستوى القوى الاقتصادية أيضا، من هي قوى الرئيس حاليا في اليمن؟ ربما لاحظتم فيما يسمى بالخطابات 70 المتكررة أن من هم حول الرئيس في الوقت الحالي هم شخصيات لا ثقل فعل لهم. لقد اختفت معظم الشخصيات التي لها ثقل، سواء كان بالمفهوم القبلي أو بالمفهوم العسكري أو حتى بالمفهوم السياسي. لا أريد أن أتعرض للأسماء، لكن اليمنيون يدركون تماما ويجيدون قراءة المنصات من هم ملتفون حول الرئيس حاليا. هو مجموعة من الشخصيات التي لم تتعد تتمتع بأي ثقل شعبي، لا زال بالفعل لديه شبكات نفوذ، ولا زال قادر على الإنفاق والحشد من خلال شبكات النفوذ هذه، ولا زال لديه قدرة على توظيف بعض ما تبقى لديه من السيطرة على مؤسسات الدولة لحشد التأييد له، لكن هذا الحجم لم يعد كافيا لبقائه. يمكن يطيل بقائه لأسابيع ربما، لكن لأن يبقى حاكما أو لأن يرسم أي شيء من ملامح اليمن القادم لقد انتهى
عهد علي عبد الله صالح. سننتقل إلى القسم الثاني بعد قليل، نناقش أكثر في سيناريوهات أكثر دراماتيكية في اليمن، قرأت منذ قليل، وأيضا لنناقش مسألة مقتل أسامة بن لادن وتداعياته على اليمنيين، طالما أسامة بن لادن أصول يمني، وثانيا على تنظيم القاعدة في اليمن. بعد الفاصل ابقوا معنا. اليمن الانهيار المؤجل، نقاش سجلات هذه الليلة مع دكتور محمود العزاني المعارض اليمن. هناك بعض ما كتب يمنيا عن سيناريوهات أريد أن أناقشك فيها. السيناريو الأول يتحدث عن أن يتنحى الرئيس صالح ومن معه من أفراد عائلته ومقربيه، وتتمكن المعارضة من بسط نفوذها على مؤسسات الدولة قبل أن تنهار أو تتشظى، وبتصور يعني حضرتك من أصحاب هذا المطلب، اخرجوا من الحكم. السيناريو الثاني أن يتنحى صالح أيضا وفقا للمبادرة الخليجية، لكنه يصر على استعادة موقعها برفض أعوانه تسليم السلطة، وبالتالي إمكانية عودته عبر الانتخابات القادمة. السيناريو الثالث هو إحداث الفوضى واختلالات أمنية تستهدف خلالها رموز المعارضة والشخصيات الوطنية البارزة المعارضة للنظام، الأمر الذي يعني أن وحدات الجيش التي أيدت الثورة سوف تستهدف أيضا، وأنها ستدخل في مواجهة مسلحة مع المؤيدين للرئيس، وكل ذلك يعني أن البلد سيدخل في حرب أهلية. هناك أيضا سيناريوهات جانبية قيل عنها ستنبثق عن السيناريو الثالث، وهي مواجهات مسلحة مباشرة بين الجيش والأمن وأيضا المجاميع المدنية المسلحة وغيرها ضمن السيناريوهات الجانبية، أيضا مسارعة الجنوبيين إلى الاستيلاء على محافظهم وأيضا الحوثيين إلى غيره إلى آخره. هل حضرتك تخشى ذلك؟ تخشى الانهيار والفوضى الكاملة وعودة الحسابات الوجاهية المحلية، نتحدث عن الحوثيين، نتحدث عن الوسطيين، نتحدث عن الجنوبيين، للإطاحة بثورة جوهرها عام ووحدوي؟ من خلال المتابعة للحدث أنا أشعر أنه مجرد فتح الباب لخيار سقوط النظام أعاد لليمنيين الكثير، وأول شيء استعادها اليمنيون هو حريتهم. وعندما استعادوا حريتهم كما ترى انخرطوا مباشرة في نقاش عميق من خلال الساحات لكيفية تشكل مستقبل اليمن. فنلاحظ من أول المؤشرات هو أن المشاكل الكبرى التي افتعلها النظام والتي كان سبب فيها اليوم يتم التعامل معها ويتم بطريقة إيجابية، وهي موضوع نقاش في كل ساحة من ساحات الاعتصام. على سبيل المثال قضية صعدة، خاض النظام 6 حروب في صعدة وأراد أن يعطي انطباع للعالم لأن هذا تمرد مسلح على أساس مذهبي، وأن هذه منطقة نفوذ شيعي إيراني، وأنه يسعى لعودة الملكية وإلى آخرها من الدعايات. اليوم نشاهد أبناء صعدة يشاركون إخوتهم في ساحات الاعتصام في صنعاء وفي تعز وفي عدن بمخيماتهم، ويعيشون عمليا تجربة تعايش. بالمقابل أيضا سمعنا عن مخاوف انفصال الجنوب، هذا اللي بتتحدث على السيناريو الأخير، السيناريوهات المخيفة، مسألة انفصال الجنوب تحدثوا أيضا إمكانية أنه أن ينفصل الجنوب، وبالفعل كان هناك مطالبة بالانفصال على مستوى المحافظات الجنوبية كردة فعل على المعاناة التي قاسها الناس من النظام وعلى سياسة الإقصاء والتهميش والنهب التي عاشوها. اليوم عندما شعروا بمتنفس تقدم لهم هذه الثورة، هناك مزاج آخر في الجنوب. الساحات الآن على مستوى كل محافظة الجنوب تتناغم مع الساحات في الشمال، كلها من أجل التغيير ومن أجل إسقاط النظام. والناس يتحدثون عن تناغم حقيقي لدى الحوثيين والجنوبيين، هل تناغم حقيقي أو تناغم تكتيكي مؤجل؟ أنا أشعر بأن التناغم حقيقي. اليوم إذا تابعت الإعلان يا سيدي، اليوم أطلق الشباب في الساحة على جمعة اليوم بجمعة الوفاء للجنوب، وهذه لفتة غير عادية. ترى أن الشعب هذا أكثر توحد بدون هذا النظام.
بأن النظام هو كان سبب المشاكل ولم يكن هو الذي يمسك بالاستقرار، هو كان سبب المشاكل وزعزعة الاستقرار طول هذه الفترة. من أساليب علي عبد الله صالح في الحكم طول الفترة الماضية هو افتعال الأزمات، مفهوم الإدارة بالأزمات. الإدارة بالأزمات هو تقتضي أن يثير الأزمة في كل مرحلة من المراحل مع طرف، سواء كان هذا الطرف يحمل عنوان مناطقي أو شطري أو طائفي أو إلى آخره أو قبلي، وعندما تنفجر الأزمة بهذا الطرف يشرع في حملة إعلامية كبيرة ويعمل على عملية استقطاب واسعة وحشد ضد هذا الطرف إلى الدرجة الذي كاد أن يقضي على اللحمة الوطنية الداخلية. عندما اكتشف الناس في هذه المرحلة اكتشفوا وعادوا اكتشاف أنفسهم، اليمنيون عادوا اكتشاف ذواتهم، وجدوا إمكانية للتعايش بشكل أفضل بدون هذا النظام، وهم يتعايشون في الساحات، فبالتالي مخاوف ما بعد سقوط النظام هي أقل بكثير من مخاوف بقاء النظام في تقديري. طيب، عندما تقول أن النظام، يعني الرئيس علي عبد الله صالح في 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 مراوغته أو في تكتيكاته يؤدي إلى أزمات داخلية، أزمة الغاز وأزمة البنزين وأزمات الغذائية إلى آخره، هذه الأزمات ستؤدي حسب تحليلك أو يؤمل منها أن تؤدي من قبل الرئيس علي عبد الله صالح إلى أن يعود الناس إلى منازلهم، ولكن أيضا قد يؤدي إلى أن يقوم هؤلاء الناس بتصعيد نوعي، قد يؤدي إلى استخدام العنف لإجبار النظام الحاصل بفكفكة هذه الأزمات. هل برأيك أن النظام الحالي في اليمن يستدرج العنف، يريد عنفا؟ أنا أعتقد أنه يستدرج العنف، وهو يراهن على إسقاط فكرة اللاعنف، لأنها أحرجته كثيرا حتى الآن لكن يبدو لي أنه استمرار الأزمات من هذا النوع قد تستدعي تصعيد من نوع آخر، قد لا يكون تصعيد عنيف يعني بالتحديد، لكنه ربما أنه بدل أن الناس يتجهون إلى بيوتهم قد يتجهون إلى قصره، قد يتجهون إلى قصوره، قد يتجهون إلى مؤسسات الدولة، وهذا من حقهم لأن هذه ممتلكات الشعب، وإذا رفض الحاكم أن يحتكم إلى الشرعية الجماهيرية والشعبية فمن حقهم أن يتحركوا بهذا الاتجاه. ذلك ما فعلوه عندما تحركوا باتجاه قصر مبارك، وحينها سوف تعود الكرة من جديد إلى ملعبه. إذا مارس العنف بحق المتظاهرين السلميين وسقطت مجازر سيكون أمام وضع مهول، وسوف تتحرك من جديد عجلة المطالبة بخروجه، ولكنه سوف يكون خروج أكثر مأساوية. ربما في تقديري إذا شعر الثوار بأن هذا المخرج لا بد منه فسوف يقدمون على ذلك، لأن ذلك سيكون وإن كان في تضحيات سيكون ربما أقل بكثير من التضحيات التي قد يتحملها هذا الشعب من بقاء النظام ومن جهودها المبذولة لإشعال فتنة وإحداث حرب أهلية. هل تعتبر أيضا أن استمرار النظام، صمود النظام، عائد إلى أن هذا النظام لم يسمع كلاما خطيرا من واشنطن، ضغطا حقيقيا من واشنطن، حركة دبلوماسية شبيهة بالحركة الدبلوماسية التي حاليا نشهدها في الموضوع الليبي والسوري؟ أنا أتفق معك كثير، وهذا يثير أسئلة لديك كيمني؟ يثير لدي أسئلة كثيرة، وأنا أرد هذه المسألة لموضوعين. الأول هو الدور الخليجي والسعودي تحديدا الذي يرغب في الإمساك بهذا الملف ويرتبه وفق محدداته ومصالحه المستقبلية، وكما قلت سابقا أن يختزل الثورة إلى أزمة ويعالج الأزمة وفق معطياتها التي تضمن له كثير يعني من نفوذه في هذا البلد. الأمر الثاني، ونحن نعرف أهمية الثقل السعودية لدى واشنطن بلغة المصالح، الأمر الثاني هو الترتيبات الأمنية التي صنعتها واشنطن مع هذا النظام. طبيعة الترتيبات الأمنية تختلف تماما مع ما كان حاصل في تونس أو ما كان حاصل في مصر. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع مصر وتونس كدولتين دول تمتلك مؤسسات، فالقنوات التعامل كانت غالبا تتمثل مثلا في وزارة الخارجية الأمريكية، ربما وزارة الدفاع، ربما في الأخير وكالة الاستخبارات الأمريكية. بما أن اليمن وبما أن علي عبد الله صالح لم يتمكن من بناء مؤسسات لا عسكرية ولا أمنية يعني بالمعنى الصحيح، فقد تمكن من شخصنة فكرة الحرب على الإرهاب وحصرها في أفراد، الأفراد هؤلاء هم أفراد عائلته، تمكنوا خلال الفترة الماضية من استقطاب الكثير من المساعدات الأمريكية لبناء ما يسمى بأجهزة مكافحة الإرهاب، وتشكل في اليمن حالة فريدة. عندما تلاحظون أساليب مكافحة الإرهاب في العالم تجدون من كل بلد إلى آخر تختلف السيناريوهات على الأقل الأساليب على الأرض.
اليمن الحالة الوحيدة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس مكافحة الإرهاب بنفسها مباشرة، ويلعب النظام مجرد التغطية الإعلامية ويدعي بأننا قمنا في ذلك. في مصر أجهزة الأمن المصرية كانت تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب، ولم تحتاج إلى طائرات أمريكية ولا لأفراد المخابرات الأمريكية على أرضها. في تونس حصل نفس الشيء، بل حتى أنه في السعودية نفسها لم تقبل هذا الشيء حتى الآن. لكن هذا اللقطة وضعت الكل أمام موقف حرج، لأنه أمريكا تخشى أن السقوط السريع للنظام سوف يضع ما بنته لسنوات طويلة سوف يضيء هباء. أنا أعتقد أن هذه المخاوف يجب أن يرد عليها بقوة من قبل المعارضة في الداخل ومن قبل الثوار، بأن موقف الشعب اليمني وموقف الثورة في اليمن هو موقف أصيل في مكافحة الإرهاب. النظام تلاعب ورقة الإرهاب لصالحه، سواء باستمرار الصلة والتغذية لخلايا الإرهاب على طريقتها الخاصة، أو بتقديم التغطية التي كانت تؤدي إلى توليد ردة فعل ربما تخدم الإرهاب أكثر مما تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو اليمن أو المنطقة في مكافحة الإرهاب. الموقف الأصيل يقتضي في شراكة فعلية واضحة في مكافحة الإرهاب، لا تقوم على هذه الطريقة التي تنتقص من السيادة وتهين الشعب اليمني وتبيح دماء أبنائه لطائرات البريداتر من الجو، ويبقى النظام مجرد فقط مظلة لحماية هذه المساوئ كلها. الموقف الأصيل في مكافحة الإرهاب سوف يأتي موقف جماعي، تصبح قضية وطنية، قضية وطنية يلتزم بها الناس التزام مؤسسي أولا، والتزام يدعمه التزام شعبي. هذا هو الموقف الصادق والذي يجب أن يدعم، والذي أتوقعه من الثورة أن تتبناه. هل لديك خطاب انتقادات على خطاب المعارضة في هذا الشأن؟ غير واضح خطاب المعارضة إزاء العالم إزاء الدول. هناك نظام يعرفه العالم يعرف هذا النظام، لكن لا يعرف هذه المعارضة. أعتقد أنهم ما زالوا في هذه النقطة، يجب أن يتكلموا بلغة أقوى وبلغة أكثر ثقة وأكثر صراحة. هل هذا مرده أيضا أنه هذه ما تسميها المعارضة التقليدية لم تعد تمثل ما يجري حاليا في اليمن؟ هناك معارضة أخرى كبرى شعبية شبه. لا، أنا أعتقد أنه مرد هذا الشيء هو لحالة التنوع التي تعيشها المعارضة. اليمن، المعارضة في اليمن كما تلاحظون أو كما لاحظتم خلال زيارتكم الأخيرة في اليمن، تشهد قدر كبير من التنوع في أطياف المعارضة السياسية، فهي ليست معارضة الحزب الواحد وليست معارضة الرجل الواحد، فأطيافها متعددة. وعندما تتعدد الأطياف تغيب سرعة المبادرة، لا تتحرك المبادرات ولا يتبرر الخطاب السياسي إلا بعد حالة توافق وتداول طويل. وفي مرحلة مثل هذه المرحلة يعني على حرجها تقتضي سرعة التحرك وسرعة بلورة الخطاب السياسي باتجاهات واضحة تقنع العالم وتقنع الداخل وتقنع الخارج بتوجهات هذه الثورة. ما نسمعه نحن، ما نشهده من الساحات هو الكثير، لكن الكثير هذا لا يظهر على أجهزة الإعلام، ويبدو حتى أن التركيز الإعلامي أيضا هو محكوم بالإدارة السريعة للخبر. فالإدارة السريعة للخبر تتوقف عند اللحظات التي تصنع فيها الصورة أو تصنع فيها الحدث، لكنها ربما لا تتمكن من النفاذ إلى عمق الحدث ذاته بالقدر المطلوب. في عز هذه الأزمة بقيت الحكومة تتحدث عن عمليات ضد تنظيم القاعدة، وهذه الحكومة بحديث عن عمليات ضد تنظيم القاعدة هي ترسل رسالة إلى هذا المجتمع الدولي بأن هذه الدولة قادرة وقد تكون الوحيدة القادرة على مكافحة تنظيم القاعدة. أريد أن أسألك حول حقيقة هذا التنظيم في اليمن، علاقته بالثورات الحالية، الثورة الحالية اللي سايرة في اليمن، وتداعيات مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن على القاعدة وعلى اليمنيين. سوف أستشهد بوزيرين، بما قاله أو بما قاله وزيران في الحكومة. وزير سابق استقال، وزير ما زال قائم حاليا. أعتقد أنه أحدهم عندما سئل من حيث الرقم كم يعتقد أن أفراد تنظيم القاعدة في اليمن، تحدث عن 400 فرد. وأعتقد أن من قال هذا التصريح هو الدكتور أبو بكر القريبي وزير الخارجية عفوا. الوزير الآخر هو وزير الأوقاف والإرشاد السابق، والذي كان معني بالحوار مع جماعات القاعدة، والرجل هذا يبدو أنه مدرك أكثر، فيقول من خلال حواراته
لا يعتقد أن أفراد تنظيم القاعدة يتجاوز عددهم فعليا 50 فرد. هذا هذا وزير الأوقاف السابق وهو من المستقلين وقد ألا بشهادته وهو أكثر معرفة أكثر معرفة بهذا الملف. ما بين 50 و400 نحن لسنا أمام حالة على درجة من الخطورة قادرة على الانقضاض على البلد. نحن أمام على إرهاب قابل للتحكم فيه. حالة الإرهاب هذا القابل للتحكم فيه تمتلك الكثير من الحبال السرية مع النظام الذي يستطيع أن يحركها في الوقت المناسب عندما تقتضي الحالة ذلك، ويستطيع أن يخمدها متى أراد. فهذا هذا الورقة خدمت النظام كثيرا، ليست قابلة للتوسع، لأنه لو كان للقاعدة أن تنتشر لن تجد بيئة أفضل من البيئة التي وفرها لها نظام علي عبد الله صالح. إذا سقط هذا النظام لا أعتقد أن القاعدة ستتمتع بنفس المزايا، لأنه سوف تتوقف الهبات من القصر الجمهوري، سوف تتوقف الترقيات والرتب، وسوف تتوقف صرفيات السيارات والكل يعرف عنها جيدا، بل هذا شريان الحياة فقط. وأنا لا أتحدث عن الكيفية التي سوف يتعامل مع الناس مع القاعدة فيما بعد. في استشهادك بتصريحات لوزيرين يمنيين أريد أن أضيف وزير آخر، هو وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس، يخاف يحذر من أنه أي انهيار في اليمن، عدم وجود حل الأزمة في اليمن، قد يؤدي إلى صعوبة مشكلة مكافحة الإرهاب في اليمن وفي العالم. يفترض أن الأمريكيون لديهم معلومات عن حجم هذا الخطر في اليمن. يبدو أن للأمريكيين مصلحة أيضا من هذا التضخيم، كما كان لهم مصلحة من تضخيم بن لادن حتى مشهده الأخير. ويبدو أن هذه من أوراق لعبة السيطرة الدولية اللي هو الإرهاب المتحكم فيه. أنا في قناعتي، وهذه قناعة شخصية، أن الاستراتيجية اللي تم اتباعها لمكافحة الإرهاب والتي ورثت من عهد جورج بوش هي لم تكن تهدف إلى اجتثاث الإرهاب، كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتحجيمه والتحكم به لغايات أخرى. ربما مقتل بن لادن مؤخرا هو مشهد لنهاية هذه اللعبة، وربما أننا أمام تشكل آخر قد يوحي بنمط آخر من 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 قواعد اللعبة السياسية في التعامل مع المنطقة ومع ملف الإرهاب تحديدا. غايات المرحلة الأولى في التحكم في كانت غايتها السيطرة سياسيا، لأنه حجب السيطرة الأمنية التي تمكنت من إنجازها الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع حلفائها في الدول المتقدمة أو مع حلفائها في دول العالم الثالث، حجم السيطرة كان كبير ويتجاوز حجم مشكلة الإرهاب نفسها. الشيء الثاني أن التعامل الأمني البحت مع قضية بهذا الحجم وهي قضية الإرهاب أثبت فشله حتى الآن. فماذا استفادت اليمن من إنفاق أكثر من 500 مليون على وحدات عسكرية لم تنجح حتى الآن من تحقيق أي هدف مكافحة الإرهاب؟ أريد أيضا أن أسألك حول ما قيل نقلا عن مصدر يمني أبلغ CNN، طبعا مصدر يمني رفض ذكر اسمه، أن الرئيس علي عبد الله صالح لا يريد مغادرة اليمن للتوقيع، كل ذلك خوفا من انقلاب عسكري. أولا، هل في إمكانية في اليمن حاليا لانقلاب عسكري؟ لو كان، لا أدري من يخشى الانقلاب العسكري إلا إذا كان سوف يأتي من تبقى من عائلته. أما الآخرون فقد حددوا موقف وهم ليسوا أصحاب لغة انقلابية، لأن الوحدات العسكرية إذا كان يرمي إلى اللواء علي محسن الأحمر هم أعلنوا رسميا تأييدهم للثورة، ولو كانوا يريدوا انقلابا عسكريا لقاموا به في الوقت الحالي. فهم أكدوا على مسألة تأييدهم للثورة ووافقوا على الالتزام بمبدأ سلمية الثورة، أي أنه لا يوجد مخطط انقلابي على الأقل عند هذا الطرف. فإذا لا زالت لديه مخاوف من انقلاب عسكري، ربما يحتمل أنه هناك تباينات في إطار من تبقى من أفراد العائلة أنفسهم. مثلا قد يكون هناك خلاف كبير بين من يدفع إلى التصعيد الكبير ولو إلى حد المواجهة العسكرية الكبيرة، وبين من لا زال يخشى مثل هذا الخيار لئلا تضيع آخر المكاسب التي ما زالت منتظرة أمامهم، وهو توفير خروج بضمانات
تمنحهم القدرة على الخروج يعني بأموالهم التي كسبوها طوال هذه الفترة، وتضمن أيضا بعدم ملاحقتهم أمنيا وقضائيا يعني ولو بشكل مؤقت حتى يرتب أوراقهم مستقبلا. عودة للشكل التوقيع، هناك من نقل عن أحمد الصوفي وهو سكرتير الإعلامي للرئيس اليمني، قال أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عندما عاد إلى صنعاء الأسبوع الماضي حاملا الدعوات والصيغة النهائية للمبادرة اقترح شيئا جديدا لم يكن مندرجا ضمن الأجندة، وهو أن يوقعها الرئيس أولا، وأشار إلى أن الرئيس صالح قدم 3 مبادرات في ذات اليوم لأمين عام التعاون الخليجي. الصيغة الأولى أن توقع الأحزاب في الرياض ويباركها راعي هذه المبادرة الملك السعودي عبد الله، وأن يوقع الرئيس صالح بعد ذلك كمعمد لهذا الاتفاق. والصيغة الثانية بحسب الصوفي أن يوقع صالح باسمه كرئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، والصيغة الثالثة أن توقع الأحزاب المعارضة والذين أعدوا هذه المبادرة، وبالتالي تكون الدول الخليجية هي الضامنة والمشرفة على التنفيذ. يضيف أيضا لكي نحمي الاتفاق نعتقد أنه يجب أن يكون ذا طبيعة حزبية. كيف تفهم ذلك؟ أفهم أنه الصوفي أحمد الصوفي أجاد الإخراج الكلامي للاعيب رئيسه لا أقل ولا أكثر، لأنه كل البدائل التي طرحت من قبل علي عبد الله صالح ليست إلا استمرار لنهجه في عدم المصداقية وعدم الوفاء بالتعهدات، وهو من أجل أن يمرر مثل هذا الموقف يكثر من تقديم المبادرات. يا رجل قدم حتى مبادرة لإصلاح الأمم المتحدة والجامعة العربية يعني، وهو يقف على خراب كبير. هناك جرأة كبيرة وبجاحة من هؤلاء الناطقين الذين يتحدثون يعني بهذه اللغة، وإلا كان عليهم إذا كانوا يحترمون شعبهم فأن يختصروا الوقت وأن يخففوا معانات الناس. وأنا في نظرتي فلتعذرني على ذلك لا أريد أن أستهلك الوقت لمناقشة تفاصيل التفاصيل التي يريد أن يغرقنا فيها النظام ورموزه، فإنها لا تجدي. ونحن نعرف، نحن عشنا هذا الوضع 33 عام وسمعنا من هذا الشيء الكثير، ووقعت الكثير من المعاهدات والاتفاقيات. لم يفي علي عبد الله صالح بعهد واحد ولم ينفذ اتفاق واحد ولم يصدق في حوار، بل كانت الاتفاقيات والمعاهدات والحوارات مظلة تمنح الوقت للتآمر والانقضاض على خصومه. هذا ما تعلمناه. وفي اللحظة الحرجة هذه إذا كان من لا زال لديهم القناعة بأن يمنحون فرصة للاستمرار في نفس اللعبة، فإن ذلك صار يفتقر إلى قدر كبير من الإقناع، لم يعد قادر أن يقنع ليس فقط المراقبين والمتابعين والمحللين ومن عرفوا علي عبد الله صالح، لم يعد يقنع حتى الأطفال الآن الذين موجودين في الشارع، أصبحوا يدركوا تفاصيل هذه اللعبة. وإذا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود العزاني المعارض اليمني، كنا نحاول أن نستفسر أن نناقش ما يجري حاليا في اليمن. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا يا دكتور.